سعيده. صباح الخير اختي سناء. اش اخبارك؟ الحمد لله. كيف صبحتي؟ الحمد لله. كي دايره مع الصحيحه وكي دايره مع هذا الجو؟ الله يبارك فيك. على فكره انا راه من الوفيات قدام هاجر 4 سنين وانا تنشارك ولا اكثر كاع. مرحبا. الله يبارك فيك. نعم. ولكن انت هي اول مره هذه كنشارك معك. ايوا كنتمنى ما تكونش اخر مره. ليا الشرف، ليا الشرف. مرحبا فيه. مرحبا سعيده، الشرف كله لينا لاله سعيده. تحية لك، تحية للبرنامج، وكنشكرك بزاف على هذه الأغنية اللي فات. شكري حفيظة، حفيظة اللي كتختار الأغاني. زوينة بعدها. الله يبارك فيك سعيدة. أنت ماشي شاوة ياك؟ أييه. نعم، تحية ليك وتحية لسكان هذه المنطقة الجميلة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تيسلموا عليك كاملين. يسلم عليهم الخير. المهم نعطيك واحد الكيك طبقات، أولا نعطيك بيتزا مسدودة اللي بغيتي. اللي بيتي بيتو بحال بحال. بعدا هضرتنا كثيرة غزالة والله انت كتحمقني، وخصوصا ديالتي انا كلشي تيقول عليها مخلطة فيها الشلحة وفيها هذا وتتكون شوفي يعني ضحكة نشطة. بارك الله فيك. يلا شنو بغيتي تعطينا دابا؟ اللي بغيتي انت ديك الاختيار، راني قلت لك اللي بغيتي. بيت 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 كيكا طبقات طاجيرات. يلا عندك واحد جوج البيضات. اها. هذه الكيك عندك 8 المعالق تاع سنيده. اها. 8 المعالق الزيت. اها. 8 المعالق الحليب سائل. عندك واحد الزيت، شويه تاع زيت الحامض، ذاك القشور الحامض. شناهي؟ الحامض المحكوكه، الزيت ديالها. ايوه ايوه، القشره ديال الحامض محكوكه. ها. عندك واحد الخماره حمراء. اها. واحد فاني. اها. هادشي اللي عطا الله في الكيك. هادشي اللي عطا الله خويا. المهم تكون طالعه غير شوي. خصنا نديروها من الاحسن بداك المول اللي كيتحل. المول اللي كيتحل لان هذاك صراحه كيسهل علينا بزاف ديال الحوايج. اه. يعني كي كتخرج. لان هذه تكون طبقات خصها تحل باش ما تصبش. وباش تبان ديك الطبقه. اه. كل طبقه تبان على حده. نعاود لك هاد المقادير ديال الكيك اللي عطيتينا سعيده. جوج بيضات، 8 المعالق ديال سنيده، 8 المعالق ديال الزيت، 8 المعالق ديال الحليب سائل طبعا، والقشره محكوكه ديال الحامض، واحد خماره وواحد فاني. ياك هادشي اللي عندنا. ايه هادشي اللي في الكيك. ايوا درتي لي ديك بحال نسيت شي حاجه. لا ياك هادشي اللي كاين، تزيدي واحد القريصه تاع الملحه، هذيك راه تنديروها اللي تفكرات يديرها في الكيك اللي بغا هذيك ضروري. ايه. صراحه الملحه ما عرفتش علاش ما كتخطرناش، واخا كتكون الحاجه حلوه ضروري كتزيد ديك القبسه كدير هنا تقولي باش تهني. ايوا الحلاوه يلا في الحشوه الاولى تناخذوا واحد جوج تاع الحكاك نتاع ذاك الياغورت اللي جبني. آه. ما بغيتش نقول السميه تقدري تعرفي. عرفته والله تعرفته. هذاك راه تيدير شي 3 دراهم ولا ما عرفتش شحال تيدير الحك. ذاك جبن سائل شويه. اه عرفته. عندك واحد الكاس تاع حليب بودر. كاس ديال الحليب وغبره. اها. ايه. هادو منين تطيب ديك الكيك، منين تدير الكيك وتطيب. اها. تنخرجوا الكيك. في المول ديالو باقي في المول. اها. تنحطو يبرد شويه، تنخلطو ديك هاد الياغورت اللي قلت لك مع الحليب بودر، تنخلطوهم بجوج وتنخويهم فوق هاديك الكيك. اها. تنخويهم وتنردوه للفران واحد 5 دقائق حتى تنحسو بهاديك هاديك الفيشو البيضاء تجمعات ولا تقاد حاشي شويه. اها. اها. تكون غير داك الجلطه الفوقانيه ديالها تتكون اللي فيها غير حك ياغورت وفيه كاس الحليب. اه صح. واخا تنخرجوها تنخليوها تبرد، تنكونوا موجدين واحد الفلون الشوكولات، هذه الفيشوه الفوقاني فلون الشوكولات مخلوط كاس تاع الماء، هذيك الساشيه تاع الشوكولات الصغيره. مخلط واحد الكاس الماء فوق العافيه تي عرفتي بلاصه الحليب، يعني الكاس بلاصه الماء بلاصه لا ما بغيناش نديرو الحليب، بغينا نديرو غير كاس الماء. واخا ايه. تنخلطو هذاك الفلون مع هذاك كاس الماء حتى تيطيب، تنحطو مازال ما جمدش ديك الكيك، تنخرجوها تنبداو تنهزو بالمعلقه وتنخو فوق ديك الحشوه البيضاء غير بالمعلقه. اها. متبعاك وشاده معاك وكنتخايل كاع حتى الكيكه كيفاش غتطلع. وتتخوي بالمعلقه هكا شوي بشوي باش ما وراه المول تيكون بجلد باش ما ينزلش هذاك السيرو
هذاك الكلو ما ينزلش الجواب طبعا يعني كتبقى كنبقاو سادين ديك الكلو ما كتحلوش كتديري واحد الطبقه كيشتي تدخل شويه ديال الكلون تيجمد تدخل شويه الكلون تيجمد تكون طبقه اخرى كحله فوق هذيك الطبقه البيضاء نتاع يعني كيجي الكيك كتجي طبقه بيضاء وكتجي طبقه ديال الشوكولاته من الفوق تماما واخا وتحطها في الفريكو واحد الشويه واحد من ساعه كاع نعطيوها الطاقه تشد فراسها وتتقدميها يعني كتقدم بارده هاد الكيك هذا كيكون كيك بارد لالا تبارك الله عليك سعيده من شيشه واحد غير هذا الشكل اخر نتاع الكيك بين نغير مزيان غير بغيت نعرف معاك هاد الكيك يعني واش كنخليوه يطلع بزاف او لا يعني كنطفيوه حيت كاين واحد النوع ديال الكيك اللي ما كنخليوهش يطلع باش لا هو فيه خميره وكذا ما هاديش يطلع ما يطلعش بزاف هادي طيب بواحد القياس ديالها اه واخا اي واحد شويه باش هادي يطلع واخا يعني صافي ما ندخلوش ما نحلوش عليه البوطه باش يهبط لا عادي طيب ملي الفران وحطيها وتطيب من الفوق فيها دقيقه فيها دقيقه غير هي معاها فيها خمارة وحده ما تطلعش واخا تبارك الله عليك سعيده شكرا لك على